أعزائي الطلبة وطلبات الفرقة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أسيوط، أهلا وسهلا بكم في مادة هندسة الإنتاج. موضوع محاضرة اليوم هو Drilling and Related Operations، عمليات الثقب وبعض العمليات المتعلقة بعمليات الثقب. عملية الثقب بيكون عندي أداة القطع اللي هي البنطة، مكتوب على Twist Drill. البنطة دي بتعمل روتيشن، حركة دورانية، وفي نفس الوقت بيحصل سرعة نسبية ما بين أداة القطع وبين الشغل الورك بيس اللي تحت دي. ممكن البنطة هي اللي بتعمل الفيد، حركة التغذية، أو الشغلة ممكن تطلع لفوق تعمل الفيد. المشهور إن البنطة هي اللي بتعمل الفيد، بتنزل لتحت اللي هو السهم اللي بالأحمر ده، وبالتالي كل ما يحصل فيد إلى أسفل كل ما يتم إزالة رايش من الورك بيس، هيعمل تجويف بقطر البنطة لحد ما أوصل لعمق القطع أو عمق الفتحة اللي أنا عايزه. سرعة القطع أو الـ V بتعطى من العلاقة باي دي إن على 1000، واليونتس بتاعتها متر بير مينت. دي الديامتر بتاع البنطة، إن الـ RPM أو ريفوليوشن بير مينت للبنطة، عدد اللفات اللي بتلفها في الدقيقة الواحدة. دي ببساطة عملية الثقب. ممكن أعمل ثقب نافذ وده بيسموه ثرو هول، وممكن أعمل بلايند هول، يعني ثقب غير نافذ. في بعض العمليات المتعلقة بعملية الثقب، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن أعملها على المثقاب، يعني المثقاب مش بس هعمل عملية ثقب دريلينج، لا، ممكن أعمل عملية اسمها ريمينج، أو بيسموها بالاسم الدارج البرغلة رقم A. عملية الريمينج أنا عايز أفنش السطح اللي هو فيه أصلا فتحة، فيه ثقب، عملت الثقب بالدريل بالبنطة، وبعد كده عايز أفنش الثقب ده، فبعمل ريمينج. أدي أداة القطع اللي هي الريمينج، برضو هيحصل روتيشن وفيد إلى أسفل. ممكن برضو أعمل تابينج على المثقاب، عايز أعمل ألووز داخلي، وبالتالي بجيب أداة القطع اللي هي بتعمل ألووز الموضحة بالشكل ده، وأعمل الألووز التابينج. وبرضو لازم يكون عندي ثقب من البداية معمول، لازم يكون فيه ثقب، وبعد كده هنزل بأداة الألوظة. ممكن أعمل برضو كاونتر بورينج رقم C. فيه ثقب اتعمل بالبنطة وما عنديش بنطة أكبر من كده، أو بحيث أوصل للثقب اللي أنا عايزه، القطر اللي أنا عايزه، فبوسع بالكاونتر بورينج تول. بدي عملية الكاونتر بورينج، أدي شكل الكاونتر بورينج تول، وبرضه بيحصل روتيشن للكاونتر بورينج تول، وبيحصل فيد إلى أسفل. برضه ممكن أعمل كاونتر سينكينج باستخدام المثقوب. كاونتر سينكينج بعد عملت الفتحة بالدريل، الفتحة دي هيدخل فيها مسمار، المسمار ده ليه راس، عايز أغطس راس المسمار داخل الشغل، فبعمل الكاونتر سينكينج. وادي شكل أداة القطع اللي بتعمل كاونتر سينكينج، وبرضه بيحصل روتيشن وبيحصل فيت إلى أسفل. ممكن أعمل سنتر دريلينج، والسنتر دريلينج دي بتعلم مكان الفتحة، يعني عادة بتكون قبل عملية الدريلينج، قبل ما أعمل ثقب باستخدام البنطة، فبعلم مكان الثقب ده سنتر دريل عشان الدقة بتاعت مكان الفتحة. من العمليات اللي ممكن أعملها على المثقاب سبوت فيسنج، موجود فتحة اتعملت بالدريل، والفتحة دي لها راس مسمار أو في صامولة هتركب في المكان الموجود فوق ده، فالمفروض المكان ده يكون متفنش ومتشطب كويس عشان الأحمال، توزيع الأحمال على المسمار. فبدل ما أنا أفنش كل الشغلة، كل سطح الشغلة، فبعمل ارتفاع كده لفوق، والارتفاع ده بعمل له فيسنج بقى، بسوي السطح اللي فوق، بحط أداة القطع اللي هي بتعمل فيسنج، وبعمل سبوت فيسنج. هنا بقى هيحصل روتيشن،
يحصل روتيشن هيفنش السطح اللي فوق ده. عملية الريمينج بالتفصيل، ادي شكل مقدمة الريمر، بتكون مسلوبة بزاوية صغيرة وبيحصل روتيشن وفيد، روتيشن الـ N ده عدد لفات في الدقيقة السرعة الدورانية، والـ S اللي هي ايه الفيد هينزل كام مل لكل لفة، وادي الريمر وادي الورك بيس. طبعا بيكون بياخد ديبث اوف كات صغير، ده عمق القطع. بدأت بديامتر دي او، ده استلمته من بعد عملية الثقب العادية او بعد عملية مثلا توسيع للثقب، عملية بورينج، فعايز انزل بيه الريمر، فلازم يبقى فيه عندي ديبث اوف كات صغير اللي هو التي ده. عشان ايه؟ عشان اوصل للقطر النهائي اللي هو الدي سمول، ده القطر النهائي بعد عملية الريمينج. الكاونتر سينكينج قصاد الكاونتر بورينج، قلنا الكاونتر سينكينج ان انا عايز اعمل مكان او بيت لرأس المسمار عشان اغطس رأس المسمار، جنبها على طول كاونتر بورينج، كان عندي ثقب وبعد كده عايز اعمل ثقب اوسع منه، ده الكاونتر بورينج. يبقى ده الفرق بين الاتنين. طيب يبقى كده في او على المثقاب بعمل دريلينج، ادي شكل الدريلينج. ممكن كمان اجيب بونطة اكبر من البونطة اللي انا ثقبت بيها عشان اوصل للقطر اللي انا عايزه، فبعمل ستيب دريلينج، ادي الستيب دريلينج. بونطة كان فيها ليها تو ستيبس، موجود جزء بقطر اصغر وبعده على طول جزء بقطر اكبر، كاني هعمل القطر الصغير وبعد كده القطر الكبير على طول وراه. وكاونتر بورينج، ادي عملية الكاونتر بورينج، عندي ثقب معمول وبعد كده عايز اوسع الثقب ده. طبعا ده الحتة دي كأنها دليل جايد عشان تو سنتر لاينز ينطبقوا على بعض، ادي كاونتر بورينج. ادي كاونتر سينكينج، آلة الكاونتر سينكينج مشهورة انها ايه مسلوبة بالشكل ده عشان تعمل رأس المسمار. وعملية الريمينج او تشطيب السطح الداخلي، وادي السبوت فيسنج ان انا عايز اشطب السطح اللي فوق ده، فبعمل عملية السبوت فيسنج. طيب عملية الثقب قلنا بتتم على ماكينة المثقاب. المثاقيب دي انواع، في اللي هو ابسط نوع اللي هو البنش دريل، وده سبق دراسته في الفرقة الاعدادية، ويل ابرايت دريل بريس اللي هو المثقاب القائم او احيانا بيسموه مثقاب الشجر. ادي مكونات الابرايت دريل بريس، القاعده قاعده المكنه البيز، بعد كده التيبل اللي بحط عليها الورك بيس، وعمود الدوران الرئيسي السبندل اللي بتركب فيه البنطه، وكل الادوات المتعلقه بعمليه الثقب، الريمر او التاب، وبعد كده ادجستبل هيد، دي رأس المكنة قابلة للتظبيط، القائم الكولم قائم المكنة القائم الرأسي، وبعد كده الهيد اللي هو بيكون موجود فيه الباور، موجود فيه بقى السيور والبوليز، وممكن يكون الموتور موجود فوق أو ممكن يكون موجود تحت. يبقى ده الأبرايت دريل بريس، أحط أداة القطع هنا اللي هي البنطة على سبيل المثال، وبعد كده الورك بيس تكون موجودة هنا وابدأ عملية الثقب. خلصت ثقب وعايز اعمل كاونتر بورينج، بركب الكاونتر بورينج تول. عايز مثلا اعمل كاونتر سينكينج، بركب الكاونتر سينكينج تول. في نوع تاني من المثاقيب اللي هو بيسموه مثقاب الدف او ريدل دريل بريس، من اسمه كده الريدل دريل، يبقى هو بيتحرك حول محور معين. ادي محور الدوران اللي ممكن يتحرك حواليه، عبارة عن عمود اسطواني، فده ممكن يتحرك في الاتجاه ده والاتجاه ده، الارم بتاعه او الذراع ده كله ممكن يتحرك في الاتجاهين دول، كذلك الجزء ده ممكن يتحرك بالشكل ده يمين وشمال، والارم كله ده
ممكن يتحرك لفوق ولتحت. والريدر دريل بتميز ان هو يعني بيشتغل على شغلانات كبيرة شوية وعمل ثقب في اماكن متعددة. ادي التيبل، حط الشغلة هنا وحط البنطة في الهاوسنج هنا، يبدأ الدوران وعملية التغذية اوتوماتيك او مانوالي من الجزء ده، اعمل الثقب اللي انا عايزه في مكان المطلوب. والارم ده ممكن احركه زي ما قلنا، يعمل روتيشن دوران حوالين العمود الاسطواني ده، ده اسمه الريديال دريل. ممكن يحصل بعض الايرورز في الفتحات الناتجة من المثقاب. اول حاجة ان الهول ديامتر مش متجانس على طول الفتحة كلها، تلاقي مثلا فوق دايرة قطرها مثلا 10 ملي، في تحت في قاع الفتحة تلاقي دايرة قطرها مثلا 10 ملي، 1 من 10. ايرور تاني، في بعض النتوءات ممكن تكون موجودة في مدخل الفتحة او مدخل ومخرج الفتحة لو الفتحة نافذة. الهول لوكيشن نفسه مكان الفتحة ممكن يحصل ترحيل، في البداية لمست بالبنطة حصل تشاترنج اهتزاز فبدأ تثقب في مكان بعيد مثلا 1 ملي ولا 0.5 ملي عن المكان المطلوب. الراوندنس الدايرة، انت شايفها دايرة لكن في الحقيقة لو قست هتلاقيها عبارة عن مثلا إليبس، قطع ناقص، في مشكلة في الراوندنس. الراوندنس الهول المعمولة دي المفروض تبقى سيركولر، هيركب فيها جزء اسطواني، فلو مش معمولة بدائرية دقيقة هتلاقي الجزئين مش هيركبوا على بعض. مشكلة في الدايمنشنز بقى، في الأبعاد، قطر الفتحة، طول الفتحة، مكان الفتحة، دي مشكلة بقى ميجرمنتس قياسات. أحيانا الهولز دي بتبقى رف زيادة عن اللازم، يعني معروف إن الفتحة اللي هي معمولة ببنطة عادية بتبقى الرفنس بتاعتها عالية نسبيا، لو أنا عايز أركب جزء عليها هيتحركوا مثلا مكبس هيدخل داخل الأسطوانة دي، فما ينفعش بعد الثقب على طول أركب الاتنين، لازم يحصل فيه فينيشنج وبالتالي الفتحة تكون الرفنس بتاعتها عالية. طيب بتكون عالية بزيادة إمتى؟ يعني الرفنس بتزيد عن المطلوب. السبب الأول تشيب فلو اللي هو انسياب أو انجراف الرايش على سطح البنطة، وبالتالي هيعمل سكراتش في سطح البنطة، درجة الحرارة بتكون عالية بتبرد بزيت فيحصل تقصية لجزء الرايش ده اللي هو يجي على الدريل، وبالتالي ممكن يقطع معاك على السيرفس وده هيزود الخشونة بتاعة السطح الناتج. أو التشيب بارتيكلز بيحصل بقى ويلد، بيحصل لحام ويلدنج، سطح التشيب ده او جزء البارتكل بتاعت التشيب تلتحم مع البنطة، تتراكم على البنطة فيما يعرف بالبيلت اب ايدج، اجزاء الرايش دي تتراكم على سطح البنطة وبالتالي هتقطع معاها، وبالتالي هي مش مصممة لعملية القطع فهتزود الرفنس بتاعت الفتحة. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية، وأول كويز رقم 1 هيكون على أول 3 محاضرات. شكرا لحسن استماعكم.